اللي حضراتكم تابعتوه ده رحلة النجاح أو قصة النجاح، قصة النجاح اللي خرج منها قصص نجاح أخرى هنطلق حضراتكم على بعض تفاصيلها من خلال هذه الجلسة. خلوني في البداية طبعا أرحب بالسادة المتحدثين، الأستاذة آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم، الأستاذ أحمد خليل مسؤول الشراكات في منتدى شباب العالم، المهندس حسين فهمي استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بفيينا، والمهندس حيدر غالب سفير جامعة سنجلاريتي في القاهرة. خلونا نتكلم أكتر عن قصة النجاح اللي كان وراها مجهود كبير، تحدث حضراتكم في هذا الإطار الأستاذة آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم، تفضلي. شكرا يا رامي. اسمحوا لي في البداية أعبر عن فخري الشديد بالنيابة عن فريق كبير بيضم فريق عمل كبير من الشباب المصري اللي قدر من خلال الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه وظهرت مجهوداته، والفيلم وثق الرحلة دي على مدار 3 سنين من رحلة منتدى شباب العالم، واللي ان شاء الله الرحلة دي مكملة وبتكبر وطموحاتنا كلها بتكبر بفضل المجهود ده والرحلة دي، وقبليهم طبعا دعم سيادة الرئيس لينا. النهاردة منتدى شباب العالم أصبح مؤسسة ليها تأثير، وفي توصيات بتخرج والتوصيات دي بيتم تنفيذها على أرض الواقع، مش بس من خلال فريق منتدى شباب العالم ولكن أيضا من خلال أجهزة الدولة المختلفة. النهاردة المنتدى بقى بيملك شبكة كبيرة من الأعضاء، حوالي 500,000 عضو من 193 دولة من مختلف الدول، وإحنا من هنا قعدنا نفكر إزاي نبني على النجاح ده وإزاي نقدر نخدم الأعضاء والشباب من حوالين العالم، وأطلقنا فكرنا إن إحنا نطلق منتجات جديدة، وبقى عندنا النهاردة منتجين هنطلقهم إن شاء الله، هو World Youth Forum Platforms World Youth Forum Labs. World Youth Forum Platforms أو منصات منتدى شباب العالم هي شعارها بيجي هو We'll Discuss, Generate and Act، وإن النهاردة ملتقى الشباب العربي والأفريقي بيمثل تاني فعالية لي بعد عقد نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي العام الماضي. والنهاردة بالنيابة عن فريق مؤسسة منتدى شباب العالم بنطلق World Youth Forum Labs، وهو تاني منتج بيطلقه المؤسسة، والهدف منها ان احنا نساعد ونمكن الشباب اللي عنده افكار لمشاريع او شركات ناشئة ومحتاج مؤسسة تدعمه من خلال ايجاد فرق عمل في تخصصات بعينها، او نوصلهم باصحاب الخبرات، او نوصلهم بالمؤسسات الداعمة لتمويل المشروعات دي. وده طبعا بيتم بفضل شبكة علاقات وقاعدة بيانات ضخمة بتملكها المؤسسة النهاردة. والنهاردة هيبقى معانا أول قصة نجاح أو أول نتاج لـ World Youth Forum Labs هيقدمها المهندس حسين فهمي. ودلوقتي مؤسسة منتدى شباب العالم بتعلن فتح باب التسجيل وتلقي طلبات الانضمام لـ World Youth Forum Labs من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ولمدة شهر إن شاء الله. وهنا لازم كمان أذكر إن World Youth Forum Labs بتعتمد في اختيارها على الأفكار المشروعات أو الشركات الناشئة اللي بتتبنى أو بتخدم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأخيراً برضو من أكبر مؤشرات نجاح مؤسسة منتدى شباب العالم هو الطلبات اللي احنا بنتلقاها من مؤسسات عالمية، طلبات شراكة، ومنها أول طلب شراكة كان من جامعة سنجلاريتي، وبالفعل قدمنا منحتين لاثنين من الشباب اللي حضروا منتدى شباب العالم الماضي، وفي شابين مصري ونيجيري هيسافروا شهر 6 إن شاء الله
لجامعة في أمريكا لحضور برنامج تدريبي، وهيكلمنا عن تفاصيلها المهندس حيدر. عقدنا أيضا عقد شراكة مع البنك الدولي، والتواصل معنا من أجل التوصل عدد كبير من الشباب، وقمنا بعقد مسابقة دولية للأفكار الشباب ممكن يقدموها في إطار الأهداف التنمية المستدامة. وبالفعل بفضل الشراكة دي هيتم اختيار أفضل الأفكار للمشروعات دي، وهيتم تنفيذها على أرض الواقع. طيب أستاذة آية، يعني الحقيقة أنه فضولي بيدفعني أن أتساءل عن